على فخر. اه ازيك يا هاله؟ ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. يعني مبروك كل حاجه حلوه عملتيها في رمضان. الله يبارك في عمرك، ربنا يخليك يا رب. يا لولو يا قمر، وحشتينا حبيب قلبي. حبيب انا عايزه اولا محمد محمود ده على جنب يا راجل. لا 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 لا، ايه التمثيل السهل الممتنع يا حبيبتي يا لولو يا حبيبي والله. يعني بس انا فرحانه جدا باسلام. ربنا يخليك يا اسلام، انت عملت دور يتحسب لك فعلا. يعني يتحط في السي في بتاعك فعلا، من كوميديان رهيب لتراجيديان لممثل متمكن من كل ادواتك وحاجتك. مبروك يا اسلام، مبروك يا انت. انت قمر وجيتي جبتي جون في اول الحلقات وفرشت لنا كلنا، وقعتي كل الشخصيات في بعض ومشيتي. وحشتيني. انا هقعد ليه؟ بالظبط. طبعا طبعا طبعا، جدا جدا. يعني ممكن يعني الواحد يعمل كده بس يفضلوا مثلا بيتكلموا عليه طول المسلسل. صحيح صح. فهم محدش يقدر ينسى شفيقه من اول حلقه لاخر حلقه. شخصيه محوريه يعني. وحضرتك يعني ومحمد يسري شفتي اداؤه كان جميل ازاي في المسلسل؟ محمد يسري ده يا استاذه، انا ما كانش ليا الشرف ان انا اشوف حضرتك بس انا بحبك قوي 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 والله. وانا يعني بابا الله يرحمه كان صديق عزيز عندي، وانت ابن الوز عوان فعلا يا حبيبتي. ربنا يخليك ليا يعني. الحمد لله هو مفتخر بيك دلوقتي جدا، واحنا كلنا فرحانين بيك لان انت ابننا يعني. صحيح. خليك ليا. قولي بقى، كواليس الجميله في العمل ده ايه؟ يعني اكيد في حاجات بتبقى دمها خفيف مع دكتور يحيى، مع الاستاذ محمد. وغلاوتك يا قلبي ما كان في حاجه، لان شادي الفخراني برضو بص، عايز اقول لك يعني قد ما هو مهذب بشكل يعني فظيع، متربي يعني بص طالع من بيت متربي كده يعني يا رب كده عقبال ما اشوف ولادك يا دكتور عمرو. ربنا يخليك. الله يخليك. حاجه جميله وحاجه راقيه جدا، والملحوظ يجي لحد عندك ويقولها لك وبالراحه، ما تسمعش حسه في اللوكيشن. بس حد يعمل حاجه بقى يعني؟ لا، هو كان منضبط جدا. كنا في جيش يعني بصراحه، بس كنا مستمتعين. يعني انا قعدت اصور في الحلقه دي 9 ايام مثلا. وما كنتش والله واسال محمد يعني. صح. وكنا بنبقى مبسوطين جدا. واليوم اللي بقابل فيه محمد، طبعا محمد عشره عمري يعني، واشتغلنا مع بعض مسرح، واشتغلنا مع بعض طبعا. كتير. انتوا الاثنين عتاوله المسرح والكوميديا والفن الجميل يا هلا، انت ومحمد. بس هو ما رشحنيش في المسرحيه اللي هيخرجها على فكره. هو كان عامل لك مفاجاه وقال لي النهارده على الهوا هيقول لك الخبر. قول لها الخبر يا استاذ محمد. في حاجات كتيره بتحصل دلوقتي. ما هي توريطه بتوريطه يا محمد. توريطه بتوريطه. هلا دي مكسب لاي حد، اقسم بالله. صحيح. فنانه شامله يعني. اشتغلنا مع بعض مسرح من انجح المسرحيات اللي عملتها في حياتي، ولكن من سوء الحظ لم تصور. كان اسمها طب انا عايز اسالك دلع الحوانم. طبعا يا هسالكم انتوا الاثنين سؤال يمكن يكون بره السياق، بس الحقيقه انا يعني لازم اتذكر ده واسالكم انتوا الاثنين، لان كنتوا الاثنين كنتوا قريبين جدا منه، وانتوا عارفين انا كنت بحبه قد ايه. العظيم الراحل سمير غانم. يعني انا لسه يا هلا بشوف له بفتكر صور ليكي مع الله يرحمه الاستاذ سمير في فوازير انا انتجتها سنه 92 بتاعت متزوجون في التاريخ.